يقول المؤلف رحمه الله في حكم التكلم في الأنساب، قال المؤلف: وإنما تكلمنا في رفع هذا النسب على مذهب من رأى ذلك من العلماء. يريد أن يقول بأن العلماء منهم من يجيز رفع النسب وإيصاله إلى آدم عليه السلام، ومنهم من لا يرى ذلك، وسيذكر من يجيزون ذلك يسميهم بأسمائهم ولا يكرهونه، كابن إسحاق والطبري والبخاري والزبيريين، وهم من ينتسبون إلى الزبير بن العوام وعروة ابن الزبير وغيرهم من العلماء. وأما مالك رحمه الله تعالى فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، قيل له: فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيضا، وقال: ومن يخبره به، متعجبا ومنكرا أن يصل الإنسان بنسبه إلى نبي الله إسماعيل عليه السلام، لأنه يحتاج إلى إثبات ذلك بمن هو أعلم منه بذلك وقد أخبره به، ولا أحد يكون مع الإنسان في إثبات هذا النسب. وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء، مثل أن يقال إبراهيم ابن فلان ابن فلان، حتى نسب الأنبياء أيضاً إلى آبائهم وأجدادهم إلى آدم عليه السلام يراه مكروها. قال: ومن يخبره به؟ ويقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب إلى المعيصي، وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن حنين وتممه المعيصي فنسب إليه. وقول مالك هذا نحو مما روي عن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. فبعض أهل العلم من أهل الإسلام من التابعين من الصحابة والتابعين يوقنون على أن في عمود النسب البعيد بعد عدنان هناك أجداد لا يلزم أحد بأسمائهم ولا يعرفون.